وكثيرا من التعاطف والتمنيات بهذا الشأن، لكن هذا ليس بالضرورة أن يترجم إلى مسار تلقائي وسلس نحو البقاء في الاتحاد الأوروبي. نعم، نحن نواجه وضعا. أنا سأغادر بروكسل عودا إلى أدنبرا وأنا مفعمة بالتفاؤل نتيجة لما سمعته. رئيس وزراء إسبانيا أشار إلى أن إسبانيا ستصوت بالفيتو ضد عودة اسكتلندا إلى الاتحاد الأوروبي. أعتقد أنه من المبكر لأوان الحديث عن مواقف لدول مثل إسبانيا، ومثل هذه المواقف لم تفاجئني. أنا أقول أننا في مرحلة مبكرة من هذه العملية، وصلب ما سمعته من حديث رئيس الوزراء الإسباني له علاقة بأن هذه المفاوضات هي تعني المملكة المتحدة برمتها، وأنا أحترم ذلك. أنا أقول أنني ما أسعى للقيام به بعد بدء مفاوضات المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، ولا ندري إلى أين ستقود، لكن عندما تبدأ هذه المفاوضات فإن جميع الخيارات ستكون مطروحة وسنعبر عن رأينا. وأنا كرئيسة وزراء أريد أن أتأكد من إسماع صوت الإسكتلنديين، وأن يكون لنا دور وموقف في المفاوضات في إطار المملكة المتحدة. لكن كما ذكرت، ما نسمعه الآن لا يفاجئني، والعملية الرسمية هي ستبدأ. مرة أخرى أنا أقول من شأن التحديات التي نواجهها، هذا الموقف لم نختاره ولم ننشده، لكنني أنا رئيسة وزراء بلاد أكثر من 68% من مواطنيها صوتوا لصالح البقاء في المملكة في الاتحاد الأوروبي، ولكنني أحترم العملية الديمقراطية والاستفتاء الذي جرى يوم الخميس الماضي. اسكتلندا هي جزء من المملكة المتحدة، وهذا التصويت أثر ويؤثر على اسكتلندا، ولكنني أرحب بما تحدث عنه السيد أندك، وتحدثت إليه قبل عدة أيام من الاستفتاء، وكنا نتمنى أن تكون النتيجة مخالفة، لكنني عبرت له عن هواجسي وقلقي بشأن ما يخبئه المستقبل بالنسبة لاسكتلندا، ونحن نسعى إلى الحصول على دعم جهات مختلفة لإسماع صوت اسكتلندا. وأنا اتصلت بالسيد ماركين أمس على الهاتف، وأعرف أنه دعم موقف الاسكتلندي وقام بذلك بشكل فعال، وأنا ممتنة له. فإيرلندا واسكتلندا تربطنا علاقات وطيدة منذ وهذه العلاقة علاقة تزداد توطيدا، وأنا أتطلع إلى تعزيز هذه العلاقة وهذه الرابطة بشكل أقوى. هل تقولون أنكم بحاجة إلى التقدم للطلب كدولة؟ كما ذكرت، كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ونحن كما ذكرت لم يمضي على الاستفتاء ونتيجته سوى أيام معدودة، ولم تبدأ المملكة المتحدة الإجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن كما ذكرت المملكة المتحدة هي التي ستشرع في هذه المفاوضات والمباحثات، وأنا سأحرص على أن يكون لنا رأي وموقف مسموع، ولن يكون من المفاجئ لمن كما أقول. أنا كنت واضحة ومنذ البداية بأننا لا نتحدث عن استقلال اسكتلندا بل حماية مصالحها، لكن إن كانت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على مصالح اسكتلندا في أوروبا فيمكن أن نبحث موضوع الاستقلال، وهذا أمر منوط بالشعب الاسكتلندي. نحن لم نصل إلى هذه المرحلة، لكننا نناقش كافة الخيارات. وفقا لك، ما الذي يعنيه بالنسبة لاسكتلندا على الصعيد الاقتصادي وغيرها؟
اقتصاديا سيكون مضرا جدا بنا، ورأينا وشهدنا أثر هذا القرار الذي ضرب قيمة الجنيه الاسترليني إلى وضع غير مسبوق، وهنالك اضطرابات وقلاقل في سوق العملة وفي أسواق المال وغيرها. لذلك نحن بدأنا نرى هذه التداعيات وهذه النتائج، وهنالك بعض الشركات التي تفكر بنقل مقراتها الرئيسة إلى خارج المملكة المتحدة، لكن أنا أتوقع أنه مع مرور الوقت ستكون التداعيات والنتائج أكثر وطأة على الاقتصاد، والأمر لا يقتصر فقط على الاقتصاد، بل هنالك أبعاد أخرى تتعلق بعلاقة المنطقة وعلاقة المملكة المتحدة بأوروبا، ومسألة السفر والترحال والعمل وكذلك الدراسة في دول أوروبية أخرى. أنا كوطنية أؤمن بقوة بالتدوير، ولا أريد أن يتم الإضرار بكل هذه الجوانب والمجالات نتيجة للتصويت، وطبعا التصويت اسكتلندا لم يكن لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. أنا كما ذكرت نحن نواجه مسارا صعبا وشائكا ومعقدا، ولم يكن أتمنى أن نجد أنفسنا في هذا الوضع، لكن أنا كرئيسة وزراء اسكتلندا علي واجب ومسؤولية البحث عن تحقيق مصالح الشعب الاسكتلندي وتطلعاته. أنا لست هنا للحديث عن الاستقلال، ولا أقول أنني غيرت رأيي، نعم أنا لصالح استقلال اسكتلندا، لكنني أنا هنا أتحدث عن مدى أهمية بقاء اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي. لكن إذا وصلنا إلى مرحلة لا خيار أمامنا سوى الاستقلال، فإن هذا الخيار سيتخذه الاسكتلنديون، وهذا حق أصيل لهم، وستكون الحوار والنقاش مختلف عما كان عليه الوضع في عام 2014 لسببين. السبب الأول أنه في عام 2014 صوت الاسكتلنديون للبقاء كجزء من المملكة المتحدة لأنها كانت عضوا في الاتحاد الأوروبي، والأمر لم يعد كذلك، فالمملكة المتحدة لم تعد عضوا في الاتحاد الأوروبي، وهذا ما سيغير المعادلة. أيضا في عام 2014 البعض لسبب منطقي كانوا يرون في الاستقلال هو دخول في المجهول، والأمور اختلفت الآن. لم نعد طبعا بدأنا ننظر للمملكة المتحدة نتيجة لهذا التصويت باعتبارها لا تنطوي على استقرار، وبالتالي نحن بحاجة إلى اتخاذ القرارات التي من شأنها حماية استقلالنا واقتصادنا وحياتنا. وأنا أقول أنه إذا ما وجدنا أنفسنا أمام خيار بالتصويت على الاستقلال عن المملكة المتحدة، فإن الأسباب والمسوغات ستكون مختلفة. أشكركم على حضوركم، كنت أتمنى لو أتيح المجال لمزيد من الأسئلة، لكن أشكركم مرة أخرى، شكرا لكم.